퀴즈 퀴즈리. Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ جاهزين لحلقة جديدة؟ Are you ready? خلينا قبل ما نبلش فقرتنا اليوم من مادة اللغة الإنجليزية تعالوا نتذكر بعض الكلمات يلي أخذناهن قبل. طلعوا شو معي بإيدي. أول شي عندي living room يلي هي الغرفة يلي منقعد فيها يلي نحضر تي في فيها. living room غرفة الجلوس. عندي bedroom غرفة النوم. bathroom الحمام. dining room غرفة الطعام. kitchen مطبخ. هلأ عندي building يعني مبنى. sidewalk مين بيتذكر شو يعني؟ رصيف. very good. lamp post عمود الكهرباء. apartment يلي هي شقة. butcher لحام يلي نشتري من عنده اللحمة. grocer بقال يلي بيكون عنده دكان بنروح لعنده ونشتري غراض للأكل. baker خباز. electrician كهربائي بيشتغل بأسلاك الكهرباء. bricklayer بناء. plumber سباك يلي بيشتغل بأنابيب المي. وآخر شي عندي architect يلي هو مهندس. مهندس مهندس عمار. he constructs أو she constructs buildings. إن شاء الله تكونوا تذكرتوا معظم الكلمات يلي تعلمناها. أصدقائي بحلقتنا اليوم بدنا نعمل مراجعة على الطريقة يلي تعلمناها من خلالها منحول من المفرد للجمع. جاهزين؟ خليكن معنا برجع لكم أنا بعد هيدي الأغنية الحلوة. Woof woof woof, my dog barks, woof woof woof. Moo moo moo, my cow goes, moo moo moo. Quack quack quack, my duck goes, quack quack quack. Meow meow meow, my cat says, meow meow meow. Squeak squeak squeak, oh that's my little mouse. Tweet tweet tweet, and that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes ma, ma, ma. The snake goes hiss, hiss, hiss. The bee goes buzz, buzz, buzz. And the people say blah, blah, blah. وهلا أصدقائي, open your eyes well and look at the board. تعالوا نشوف التمرين يلي بدنا نعمله اليوم. Change the following to the plural form. يعني هودي الكلمات بدي حولهم أنا للجمع. مثل ما أخذنا قبل قلنا نحن في بعض الكلمات منزد لهم بس S بيتحولوا للجمع. في بعض الكلمات بيخلصوا ب X بيخلصوا ب S بيخلصوا ب CH و SH. شو منزد لهم؟ مش بس S منزد لهم ES. في بعض الكلمات بيتغيروا كلهم سوا مثل man بتصير من. وبعض الكلمات ما بيتغير شي فيهم. تعالوا نجرب نحل الكلمات مع بعض. بدنا نحولهم للكلمات للجمع. bottle رح اقراهم بالاول. bottle يلي هي القنينة فيها تكون قنينة المي اللي بنشرب منها. cup كوب. pencil قلم رصاص. desk
اللي هي طاولة الدراسة، ويندو، شباك، بوكس مثل العلبة، ووتش، عندنا ووتش ساعة، موس يلي هو طحلب، باص الباص يلي بنركب فيه، وولف. شو يعني وولف؟ It's an animal. شو منقله؟ وولف هو ذئب، وايف زوجة، ليف ورقة الشجرة، لايف يعني حياة، تشايلد ولد، وومن امرأة، مان رجل، ماوس فارة، جوز يوزع، شيب خروف، ودير غزال. تعالوا نشوف كل وحدة كيف بدنا نحولها. باتل شو رأيكم كيف بدي احولها للبلورل؟ باتل ما بتخلص بأكس ولا سي اتش ولا اس اتش ولا اس. شو بزد لها؟ بزد لها اس. باتل بتصير باتلز. كاب كمان كاب بزد لها اس. تخلص بأكس؟ نو. تخلص بسي اتش او اس اتش او اس؟ لا. فإذن تخلص ببي بزد لها اس بتصير كابس. بنسل كمان بتصير pencils. desk طاولة دراسة بتخلص ب kicking k. ما بتخلص ب x ولا ch ولا sh ولا s. فإذا بدي زد لها بس s ما بزد لها اي s. بتصير desks. window شباك شبابيك بزد لها s windows. فإذا buttons, cups, pencils, desks, windows. هودي الكلمات شو صار فيهم؟ زدت لهم بس S. منكمل. عندي box, watch, mouse و bus. X, CH, S, S. بيخلصوا ب S. هاي بتخلص ب CH وهي دي بتخلص ب X. نحن قلنا الكلمات يلي بيخلصوا ب X. CH SH او S. شو منزد لهم بالبلورل؟ منزد لهم ES مش بس S. فإذا box شو لازم تصير؟ boxes. watch بتصير watches بزد لها ES. mass بزد لها ES masses. bus بزد لها ES buses. فيه كمان زد لها اس تاني بتصير دبل اس اي اس. منكمل. عندي هلا وولف، وايف، ليف، ولايف. طلعوا فيهم منيح. بشو بيخلصوا هودي الكلمات اصدقائي؟ هيدي الكلمه بتخلص ب اف. هيدي الكلمه بتخلص ب اف اي. هيدي الكلمه بتخلص ب اف وهيدي ب اف اي. كيف بحولهم انا للجمع؟ كل كلمة بتخلص ب F أو ب F E بشيل ال F وبشيل ال F E وبحط V E S. طلعوا كيف. wolf بشيل ال F بكتبها. شلت ال F أنا شو بزيد؟ V E S. the letter V the letter E the letter S V E S. wife كمان نفس الموضوع بشيل ال F وال E بتصير wives. leaf بتصير leaves. life بتصير lives. فإذا بشيل ال F وبشيل ال F E وبزيد V E S. منكمل على الكلمات اللي بعدهم. هون عندي child. تتذكروا أنا شو علمتكم لما أقول أطفال؟ بقول childs أو children. children أطفال يعني children. فإذا شو عملت أنا فيها للكلمة؟ زدت S, E, S, V, E, S. ولا واحدة منهم. غيرت كل الكلمة. child صارت children. woman شو قلنا منغير فيها؟ بتصير women. ال A بتصير E. man بتصير من. ال A بتصير E. غيرنا ال A.
ماوس بتصير مويس، ماوس فارة وحدة لما حولها لجمع شو بتصير؟ فيران بتتغير كلها بتصير مويس. جوز بتتغير كلها بتصير جيز. كمان عنا توف مثلها بتصير تيف. فإذا انتبهوا أصدقائي، جوز جيز توف تيف، ماوس مايس، مان من، وومن ويمن، تشايلد تشيلدرن. وأخذنا كمان اللي بيخلصوا بأف أف إي، منشيل الأف والأف إي ومنزيد في إي أس. وبعد عندي كلمتين هون، شيب ودير. شو قلنا عن هودي الكلمتين؟ عن شيب ودير وفش كمان بالبلورل ما بيتغيروا. ما تنسوا بيضل شيب بتضل شيب، دير بتضل دير، وفي عندي فش كمان بتضل فش. فإذا أصدقاء انتبهوا منيح، عندي الكلمات يلي بزدلهم بس اس، كلمات بزدلهم اي اس، كلمات ما بيتغيروا، كلمات بشيل الاف والاف اي وبزيد في اي اس، وفي كلمات بيتغيروا كلهم مثل child بتصير children، woman women، man من، mouse mice، goose geese، tooth teeth. هلا عندي انا تمرين تاني كمان، بدنا نحول او نختار الكلمة الصح. بس تنختار الكلمة الصح لازم نعرف شو البلورال فورم، يعني كيف أنا بكتبها بالجمع. عندي بيقول السؤال choose the correct form of the noun in each sentence. بدنا نختار، عندي أنا كلمتين بدي اختار الشكل الصحيح بالجمع. أول شيء I have three، أنا عندي ثلاث، والchild أو children عندي ثلاث ولد أو أولاد، plural three. فإذا children plural تبع child children، هيدي الكلمة الصحيحة. من بعدها there are five، في خمسة يعني جمع، والمان أو من، أيها أصدقائي plural؟ very good، man هي بالسنجولر مفرد، من بالبلورال. And one woman أو women، امرأة أو نساء. عندي وحدة في one يعني سنجولر أو بلورال، مفرد أو جمع. واحد مفرد يلي هي woman مش women، women هي الجمع. منكمل، بدي أقول أنا ال أطفال عم يلعبوا بالأنانة. Baby or babies play with bottles as toys. عم يلعبوا بالأنانة كأنه هن ألعاب. Play طلعوا it's the verb، والverb هون ما أخذ S، يعني ما في قبله singular، ما في قبله he she أو it. شو في قبله؟ في plural، لأنه نحن أخذنا قبل بقول I play، you play، he she it plays. هيدا إذا كان singular، بس إذا كان جمع بنقول we play مش we plays، we play أو they play، هم يلعبون. play هم بلا S، فإذا القبلة بده يكون they أو we. they we اتنيناتهم جمع، يعني هم بدنا نختار الجمع baby or babies. baby يعني طفل واحد رضيع صغير، babies رضع كتار. أنا بدي الجمع، لو هو baby كان قال baby plays مع S he plays، بينما قال play معناتها they play babies play. منكمل، I put two big يعني اثنين مش مفرد، اثنين potato أو potatoes. أي وحدة صح؟ أي وحدة الجمع؟ potatoes مع ES. in the lunch box a few men wear watch or watches. عم قول أنا بعض الرجال بيلبسوا ساعة أو ساعات. رجال من watches
لأنه عندي كذا رجل. واتش بتخلص بـ CH بالبلورل زدت ES. I put a memo, memos on the desk. ميمو يعني مذكرة صغيرة أو نوت صغيرة لحتى تذكرني أعمل شيء. أنا قلت A. A عشو بتدل؟ على وحدة. فإذا ميمو مش ميموز. هيدي غلط. On the desk. I saw A يعني وحدة ماوس أو مايس. ماوس هي المفرد، مايس هي البلورل. أنا قلت A يعني وحدة running by، شفت فارة عم تركض. آخر جملة، there are few يعني بعض bus or buses on the road today، في بعض الباصات على الطريق اليوم. few يعني البعض مش وحدة، البعض. فإذا جمع. والباص أو buses؟ buses زيد ES لأنه بتخلص بS. بدي إياكم أصدقائي تنتبهوا لكلمتين، كلمة baby وكلمة potato. طلعوا ببيبي شو صار. كان عندي بيبي بتخلص بواي، شو صارت؟ اي اي اس. معناتها الواي شلناها وصارت اي اي اس، هيك تحولت للجمع. وبوتيتو لانه بتخلص بأو زدت لها اي اس مش اس. فاذا هودي الاثنين رح نتعلم عنهم اكتر واكتر بعدين، كلمات يلي بيخلصوا بواي ويلي بيخلصوا بأو كمان إلهم رول خاصة منخدها بعدين. بس ما تنسوا اليوم تعلمنا نحن عن 5 مجموعات من الكلمات. أول مجموعة هي يلي بزد لها S: bottles, cups, pencils, desks, windows. تاني مجموعة بتخلص ب X, CH, SH أو S، بزد لها ES مثل boxes, watches, mosses, buses. تالت مجموعة هي اللي بتخلص ب F و F E، بشيل ال F وال F E بزيد V E S مثل wolves, wives, leaves, lives. في عندي مجموعة ما بتتغير مثل sheep, deer و fish، ومجموعة بتتغير كلها سوا مثل child بتصير children, woman, women, man, men, mouse, mice, goose, geese, tooth, teeth. كيف فينا نعرف نحن أي كلمات بيتغيروا كلهم وأي كلمات ما بيتغيروا؟ لازم نحفظهم. اكتبوا على الدفتر عندكم sheep، اكتبوا deer، واكتبوا fish. هودي الثلاث كلمات احفظوا انه ما بيتغيروا بالبلورال. اكتبوا كمان child، children، woman، women، man، men، mouse، mice، goose، geese، tooth، teeth. هول الكلمات اعملوا سيركل كبير عليهم واحفظوا كيف بيصيروا بالجمع. هلا اصدقائي نتوقف وانا برجع لكم بعد شوي. goose geese mouse mice sheep sheep deer deer اصدقائي هلا بدنا نتذكر مع بعض الكلمات يلي تعودنا نقراهن. بدي اشوف اذا صرتوا دغري تعرفون لما تطلعوا على التي في. طلعوا. اول وحده ابل، بيبي، تشيكن، تشيلدرن، كريسمس، كوت معطف، كورن ذره، كاو، داي، دوغ، دول، دور، دك، اج، اي، فارم، فارمر، فاذر، فيت، فاير، باك، بول،
fish, floor. Flower, game. Garden, girl. Goodbye, وداعا. Grass, عشب. Ground, أرض. Hand, يد. شو يعني هاد؟ كلنا صرنا نعرف. رأس. هل يعني تل أو تل صغيرة. Home, أخذناها. بيت. هورس، حصان. هاوس، بيت كمان أو مسكن. كيتي، قطة صغيرة أو كيتن مثل ما أخذناها قبل شوي. بالنص. ليج، ساق. لتر، رسالة. مان، رجل. من، رجال. هيدا البلورال فورم. بير، دب. بد، سرير. ملك، حليب. ماني، نقود يعني مصاري. نيم، اسم. كلنا بنعرف what is your name. نست، عش. بارتي، حفلة. بيكتشر، صورة. بيج، خنزير. رابت، أرنب. بيج، رابت. سكول، مدرسة. سيد، بذرة أو بذرة. سيستر، أخت. كلنا بنعرف سنو، ثلج. سن، شو يعني سن؟ شمس، مثل مس شمس. تيبل، طاولة. خلصوا، هودي هن يلي دايما بدنا نتذكرهم. ما تنسون أصدقائي، وأنا رح أرجع أذكركم فيهم بعدين. عملوا مراجعة على كل شي درسنا. بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you can see. It's helping and sharing, sharing for free. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too.